مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش نعملوا الكريب، باش نعطيكم ريسيت جديدة. سبق وبرتجيت معكم ريسيت الكريب، اليوم باش نعطيكم ريسيت جديدة سهلة بنينة وخفيفة على الآخر. باهي لهنا خذيت كعبتين عظم، باش ناخذ معاهم كعبة ياغورت. أنا خذيتها فاني، أنتم إذا كان عندكم ناتشور تاخذوا ناتشور. في الريسيت هذه باش نقيسوا بالكيلة هذه. انا باش نعمل كيلة فارينة عليها كيلتين حليب. ديما نعملوا كيلة فارينة عليها كيلتين حليب. اذا كان انتم تحبوا، انا باش نعملها سكخة اليوم. اذا كان انتم تحبوا تنجموا تزيدوا مغرفة سكر، ما تحبوش نجموا تعملوها كيف ما هكاك بلاش سكر. معناتها انا باش نزيد مغرفة سكر، باش نزيد ساشي سكر فاني، وباش نزيد رشة ملح صغيرة، ونخدمهم الكل بالفوة هذه. حطيت مغرفة السكر، رشة الملح، وحطيت كعبة ياغورت باش نخدمهم. هنا عندي كيلة الفارينة، هي اللي باش نحط عليها كيلتين حليب، نفسها ديما نقيسه بنفس الحاجة. كده فارينة نحط عليها كيلتين حليب ونخلطو الكل بالفواي. بالفواي مانيوال، ما نستحقوش حتى الباتور باش نخدمو بيه. هذه هي الكريب تاعنا، وباش نبدا نخدمها ديريكت. اول ما نكمل بالفواي كيف ما هكا ندخل الفارينة في وسط الميلانج باش نبدا نخدمها ديريكت. تاعي حطيتها تسخن، لهنا ناخذ الزيت، هذه الكريب، وباش ناكل حاجه باش نهز بها. باهي اهم حاجه راهو في الكريب ندهنوها المقله، يا اما بشويه زبده والا بشويه زيت، سينو في البانكيك ما ندهنوهاش. طبعا نشرب نصب شويه زيت في المقله تاعي. خذيت بلوش واحده كهاو كيف ما هكا، حطيتها دورت المقله تاعي، باش نقص شوي في الغاز. اول ما نحسوا الاطراف نتاعها طابوا باش نقلبوها. جربوها الريسيت، حاجه بنينه برشا راه. باش تحطوا نوتيلا والا صوص شوكولا اللي عملتوها في الدار. انا عامله صوص شوكولا. اذا كنت تحبوا على الريسيت تلقاوها عشان يوتيوب نتاعي. نجموا تزيدوها دي ترونش بنان فريز، انتم مش تحبوا تزيدوها فيكيا. اذا كنت تحبوها مشخشخه تحطوا لها برشا فيكيا. وبالطريقه هذه نلمو كعبة الكريب نتاعنا، نكمل نطويها حتى للاخر. الكريب نتاعنا حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم رسيتنا اليوم. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو اذا كان عجبكم، وتضغطوا على كلمة سابوني هكيك، وتضغطوا بيان سور على الجرس اللي بجنبها. كل ما نهبط رسيت جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون.